السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم زو في فيديو جديد وأخبار جديدة. قبل ما نبدأ الأخبار ديال اليوم كنتمنى مصمم من القلب ما تبخلوش ليا بالضغط على زر لايك، أيضا عملوا سبسكرايب لاشين، أيضا فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد إن شاء الله. أما الآن ندوزو الأخبار ديال اليوم. أول خبر اللي نهضرو عليه في هذا الفيديو هو واحد النزال اللي عمل واحد الضجة كبيرة الصراحة، تفرجوا فيه في الناس في العالم كامل وحتى المشاهد المغربي كان حضر بقوة في هذا النزال، حيث النزال كان كيجمع جوج الأطراف، واحد مسلم و اخر ماشي مسلم. انتما فهمتوني اش كنهضر؟ حبيب نور مقاتل كونر. المقاتل كونر وحبيب نور في الاول من قبل ما يبدا النزال كانت شاعله بيناتهم، كان المقاتل كونر كيزبل يعني كيسب في حبيب نور، وايضا كيهنوا الدين ديالو، كيهنوا حتى الوالد ديالو. هادشي اللي شحال واحد الشحنه بقات في القلب ديال حبيب نور، وفي النزال بوم انفجر عليه، وكان الفوز طبيعه الحال لحبيب نور. هذا ماشي هو الخبر ديال اليوم، حيت كلشي تفرج في النزال ما فيها باس نوريكم بعض المقاطع من النزال، هو كيظهر هو يظهر لكم هنايا. هذه هي ديك اللكمه اللي كان ضرب حبيب نور، ضرب قاتل كونر، هذه هي اللي زعزعت ولا خربقت له كاع فورماطه بهذه الضربه. هذه الضربه هي اللي رجع في هذيك الحسابات اللي عنده كامله. وملي تسالى النزال عاد يبدا الخبر ديالنا، ملي تسالى النزال حبيب نور قفز من الحلبه ومشى كيضرب سطاف ولا يعني نقولوا المجموعه اللي كانت كترافق المقاتل كونر، ونضت واحد الضجه اعلاميه كبيره على هذه القضيه هذه. حتى الفريق ديال حبيب نور ايضا حتى هو تدخل ودخل في وسط الحلبه وبدا كيضرب المقاتل كونر، والصحافه عملت واحد الضجه كبيره على القضيه، ويقدر تعتقل حبيب نور تعتقلوا حتى اللي كانوا معاه. لكن بعض الصحف خرجت بانها كتقول بان ماشي هما الاولين اللي بداو الضرب، خصوصا واحد اللقطه كتبين بان كونر هو اللي ضرب الضربه الاولى للصديق ديال حبيب نور، اما حبيب نور كان عنده نزال اخر برا الحلبه. شوفوا هذه اللقطه ونشوفوا الصحافه شنو قالت في هذه اللقطه. أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الإيرلندي كونر قد يكون سببا مباشرا في الشجار الذي اندلع بعد خسارته المدلة أمام حبيب نور. وقال دان وايت رئيس يو اف سي عقب ليلة 229 إن فريق نور قد يتم إيقافه مدى الحياة من المشاركة في المنافسات بعدما بدر منه تجاه خصمه كونر بعد المباراة. أيضا في أعقاب المشاجرة قال وايت إن الرجال الذين قفزوا إلى داخل الحلبة لن يشاركوا في المنافسات مرة أخرى، أعمل بجدية للترويج لهذه اللعبة، وما حدث لا يمثل للعبة الفنون القتالية المختلطة بأي سلاح. إن وايت قد يغير وجهة نظره للموضوع بعدما نشرت الصحيفة البريطانية بعض لقطات يظهر خلالها كونر يوجه الضربة الأولى في البداية في المشاجرة. تغلب حبيب نور على كونر في الجولة الرابعة، بعدها قفز خارج الحلبة. لكن شنو قال البطل حبيب نور على هذا الموضوع؟ No, this is not my best side. You know, this is not my best side. You know, I'm human being and like I don't understand how people can talk about I jump on the cage. You know what about he talk about my religion, he talk about my country, he talk about my father. He come to Brooklyn and he broke bus, he almost killed couple people. What about this? Nevada, sorry. Vegas, sorry. And alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. I told you guys everything I'm gonna change 6 October and I do this. Alhamdulillah, thank you so much. كما تشوف في المقطع حبيب نور كيدافع على راسه بان الطرف الثاني كان كيسب له يعني والديه، كيسب له الدين ديالو، وسبق له تهجم عليه، كان علان يقتل الناس في ديك الهجوم هذا. خلال هادشي كامل واش حبيب نور كان عليه يعمل ديك الفعل ولا ما كانش عليه يعمل ديك الفعل، يعني بمجرد انه صافي ربح وسالت المباراه؟ انتم شنو كتقولوا في هذا الموضوع؟ خليوا لي في الكومنتار واش مع حبيب نور ولا ضد حبيب نور. لكن انا ما نقولش مع ولا ضد، انا فقط فرحان بان حبيب نور فرما طالب ناد. اما الخبر ديالنا الثاني غادي يكون حال واحد الصحفي والناقد والكاتب، الاسم ديالو جمال خاشقجي، كنتمنى نكون نطقت الاسم. هذا هو صحفي سعودي وكان ناقد سعودي وكان في تركيا وبالضبط في اسطنبول. لكن المشكلة وقعت قبل أيام بأن ديك الصحفي السعودي مشى للقنصلية ديال السعودية اللي كاينة في اسطنبول، وملي دخل اختفى من تما، ملي دخل ما بان له الآثار. يعني ونات واحد الضجة إعلامية كبيرة لا في تركيا لا في السعودية لا في الوطن العربي كامل وفي العالم كامل، كتقول بأن السعودية هي عندها يعني عندها يد بأن هي اللي اختطفت ولا قتلت ديك الصحفي السعودي ملي دخل للقنصلية ديالها. علاش؟ لأنه كان كينتقد السعودية وكان ضد بزاف ديال الحاجات.
مشات وخلاوها زعما حتى دخل القنصليه ديالهم واختطفوه. الامير محمد بن سلمان تدخل حتى هو قال لهم بان مرحب بهم في القنصليه ديال السعوديه في تركيا، واخا انها يعني منطقه يعني ذات سياده سعوديه، الا انه مرحب بالجيش وبالبوليس باي واحد من تركيا يدخل ليلة ويفتش على ديك الصحفي اللي كيقول بانهم لصقوا في السعوديه هي اللي خطفاته. اما من جهه رئيس تركيا، قال رئيس رجب طيب اردوغان في وقت سابق اليوم انه يتابع قضيه اختفاء جمال خاشقي بصوره شخصيه، وان تركيا ستعلن نتائج التحقيق في هذا الخصوص مهما كانت. اشار الاناطول الى ان النيابه التركيه فتحت تحقيقا لمعرفة مصير الكاتب السعودي الذي اختفى منذ دخوله قنصلية بلاده الثلاثاء الماضي لإنهاء إجراءات. أما الخطيبة ديال الكاتب والناقد كتقول، تقول خطيبة خاشقي وأصدقائه إنهم يخشون أن يكون قد تم احتجازه أو اختطافه بسبب انتقاده للحكومة، وتعتقد السلطات التركية أنه لا يزال داخل القنصلية، غير أن الأمير قال إن خاشقي غادر المبنى بعد فترة طويلة من دخوله. أراك تناقض يعني مجرد مدخل جمال القنصلية ديال السعودية اللي كاينة تركيا في اسطنبول تختفى. السعودية كتقول ماشي حنا اللي اختطفناه وماشي حنا اللي دينا وماشي حنا اللي قتلناه. وتركيا حاليا وبالرئاسة ديال الرئيس طيب اردوغان حتى هو كيقول بانني نتبع المصادر ديال هاد القضية يعني بيدي، وباغي نكتشفوا السر ديال الاختفاء ديال هاد الناقد وديال هاد الصحافي. اي جديد في هاد الخبر هذا غادي نعمل ليه فيديو ان شاء الله ونخبركم، لانه موضوع مهم بزاف وكيمس حرية التعبير. اما الخبر ديالنا الثالث والاخير غادي يكون حول قضية كريستيانو اللي سبق ليه ضغط على فيديو سابق، تطورات جديدة طلعت في الأفق على هذه القضية. كما كتعرفوا كاملين كريستيانو دعت واحد الفتاة أمريكية اللي كتقول بأن عملت مع علاقة 2009، وماشي عملت مع علاقة يعني هو اغتصبها في 2009 وعطالها يعني الفلوس باش ما تهضرش، ودابا يعني القضية طلعت في الافق والصحافه كامله كتهضر عليها. هذا مسبب يعني فريق جوفينتوس هبطت الاسهم ديالو بواحد الوتيره كبيره، تقريبا 10% كنظن اللي هبطت له الاسهم ديالو، وحتى كريستيانو رونالدو العائدات الماديه ديالو بداو كيهبطوا في هذه القضيه. تحقيق ماشي جريء متساوي بين الطرفين. نشرت مجله ديرشيبل الالمانيه نشرت واحد الوثيقه من العقد كيتجمع بين كريستيانو وبين ديك الفتاة المغتصبة. نقراو شنو قالوا في العربي على هذا. في تطور لافت في قضية الاغتصاب التي تلحق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نشرت مجلة ديرشيب الألمانية عدة وثائق تدين رونالدو في ادعاءات الاغتصاب، إذ نشرت المجلة صورا لتسوية الكتابية الموقعة بينه وبين السيدة المدعية والمحامين ترجع إلى عام 2010. وفي حال ثبتت صحة الوثيقة التي نشرتها ديرشيبل وعدم تزويرها، فإنها تعد دليلا قاطعا على التهمة الموجهة إليه في قضية الاغتصاب المزعومة. وتتضمن الوثيقة دفع رونالدو 325 ألف يورو لكاترين مقابل أن تكتم الجريمة المرتكبة في حقها عام 2009، كما تشهد توقيع كلا الطرفين. كما شفتوا في الوثيقة اللي بانتكم الآن في الصورة، الوثيقة كدين كريستيانو رونالدو بشكل يعني مطلق، ويكون واحد الدليل قاطع يعني الا مشى حتى واكتشف بان الوثيقه ما مزوره شي، كريستيانو رونالدو غادي يعاني بزاف. ما عرفناش واش هاد الوثيقه صحيحه ولا ماشي صحيحه، لكن نتوما كتبوا لي في التعليقات واش كتظنوا كريستيانو رونالدو قام بعملية الاغتصاب ولا لا، واش كتظنوا الوثيقه صحيحه ولا ما كتظنوهاش صحيحه. الى هنا كنا انتهينا من الفيديو ديال اليوم والاخبار ديال اليوم. كنتمنى من صميم القلب ما نكونش ضيف ثقيل عليكم. كنتمنى ما تبخلوش ليا بالضغط على زر لايك، ايضا عملوا سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد، ايضا فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد واخبار جديده اللي كنزلها، ايضا ما تبخلوش ليا كومونتير تحفيزي باش ما نوقفش باش نكمل في الطريق هذا باش نطور المحتوى ديالي. الى هنا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.